خدمة يوتيوب جو، إذ يتمكن المستخدمون الذين لا تتوفر لديهم خدمة إنترنت سريعة في نحو 125 دولة من الاطلاع على مقاطع الشبكة. وتهدف شركة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل من وراء تفعيل هذه الخدمة إلى تعزيز حضورها في الدول النامية، لا سيما تلك التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة، وتوسيع قاعدة مستخدمي الشبكة.